أجي وتعيشوا معنا رحلة جديدة على بركة الله. يلا معنا العاديون يعود إليكم بنفس جديد أساسه استكشاف وسبر وتغيير، فهذا المغرب هو حقا كتاب يشفي غليل كل متدبر. أنا الآن أتقدم أشواطا على الطريق الوطنية الرابطة بين تارودانت ومراكش. بعد ساعتين ديال الطريق حنا وصلنا تيزينتست. تيزينتست اللي معروفة بالفيراجات ديالها والطريق ديالها الواعرة. أتممت مروري من السهل المستوي وأنا الآن بالحيز الجبلي من الطريق. هذا المكان هو في عيني جنة منقطعة النظير بوديانه وقممه وانعراجاته. مياه المتجمعة من أمطاره الغزيرة وذوبان ثلوجه تعد ترياق حياة لما ينمو بها وبسهولها من عشب ونبات. إن هذا المكان خط بداية لكل مستكشف ولا وجهه نحو جبال الأطلس. من بعد 4 سوايع ديال الطريق احنا قربنا نوصلوا مركز جامعة أغبر. تما إن شاء الله غادي نتغداو ومورا الغدا غنكملوا لدوار زريت، ولكن هذه المرة ما جيتش بوحدي، معايا واحد ضيف معروف اللي غادي تكتشفوا من بعد. دابا وصلنا مركز جامعة أغبر، اليوم يوم السوق. هنا يجددون لقاءهم ويقتنون حاجاتهم. ورينا شوية كيفاش تصغيها. يلا شرع. دون أن أنسى منتوجات الموسم من جوز وغيره. ويت بزيرتها؟ أغلب هؤلاء الباعة يشترون هذا الجوز من أهل القرى المجاورة ويتاجرون به. ستجدهم هنا دائما وبسلع متجددة لا تنضب. وبعدها أتناول وجبة الغداء بإحدى مطاعم السوق بمعية رفقة حسنة. نواصل بعدها شق طريقنا، لكن هذه المرة ستكون طريقا ترابية يملأها الحصى والحجر. الكثير من طرقات الجبال ترابية كهذه. أن يطارد الصغار كل سيارة تقدم للقرية ويركضون من خلفها ركض الهوينة هو أمر قد اندثر في البوادي وما عاد له من بقاء، فأطفال اليوم قد صارت لهم الكثير من الأمور تشغلهم. كنت قد جئت في السابق لقرية زريت، وإن كان ذلك في فترة الثلوج والبياض، إلا أنني لا أزال أحفظ معالم القرية عن ظهر قلب ولا يمكن أن أخطئها أبدا. نحن الآن بمنتصف الصيف وقد تقلبت أحوال القرية كثيرا بتقلب الفصول. حياة الإنسان هنا مرتبطة بتغير الطقس وحالاته، أثر ذلك باد على نمط عيشهم. بيوتهم شكلت من حجر وتراب قد تلاصق بالجبل من أجل تأمين حماية طبيعية، فساعدها ذلك على البقاء لمئات من السنوات. استيقظنا على صباح مضيء بدد الظلام وأشاع الدفء والبياض بالقرية. هذا الدفء ازدان جمالا بقدوم ضيف جديد. هو صانع محتوى مغربي له ملايين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يقدم للقرية ليعيش رفقة العاديون تجربة اجتماعية جديدة. إنه أمين العوني. نستفتح يومنا بمائدة رائعة ملأتها ألذ أطعمة البلدة، وعلى رأسها الخبز المقرمش وأسياخ الشواء. بزاف حنا كنا مشينا للإمليل، جلسنا في واحد الضوباج ديال واحد السيد تا هو ولد الدوار.
منذ آلاف السنين لا يزال المجتمع المغربي بتجمعاته الجبلية محافظاً على تقاليد وعادات زراعية قديمة تؤصل لارتباطه وصلته بالأرض. أمين العوني سيعيش معنا بعضاً من هذه العادات لأول مرة في حياته. فصل الصيف بالجبال هو فرصة مواصلة التعاون والتضامن لدى سكانها في تأصيل هذه العادات. الأمر سيبدأ بهذه السنابل على سبيل المثال. تتم عملية حصادها بالمناجل وتنقيلها إلى البيادر في تعاون تام بين النساء ورجال القرية. عملية التعاون تعني حضور جمع كبير، ما يستدعي ذبح الذبيحة لتوفير أكلهم وتأمين خدمتهم على أحسن وجه. عمي الحسين يحكي عن هذه العملية. بلاد ران دوس النرار أجلس نصوفتي ولا باش نقلب هاي إن شاء الله بسم الله. من سعد أمين أن صادف عملية الدرس التقليدي، إنها العملية المميزة للصيف بالجبال، فهي واسطة عقده وريحانته. سيباشرون إحداها بعد قليل، الكل جاهز ولا يلزمهم غير أن تستخدم الدواب للمكان. يتابع الكل أطوار هذه العملية بحبور. تقدم الدواب تباعا، تشبع بطونها قبل الانطلاق. اوهو ني كاد ولاد صايب حسن دخته ورستي صوفت مع داي غا تلوت العقل ما دلهي غير فشز العقل شويه راه تاسيت الصناعات صافي راستي صوفت راستي صوفت راه كرقي انا قندور راستي صوفت كيف اذكر دير دموكريس دير دموكريس غير كاد اي صافي اذكر هكا لا هي راسكيت غير هكا زير 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 مزيان هكا هكا صافي سي عبد الرحمن صافي كاع المعلم صافي صافي هكا هكا عاود هزا يلا زيد اسيدي ها انت زيرت غير انت زيرت وحبيت ها تنال راس التنين نكوني تنال لا تزال مثل هذه العملية تقام باستعمال الدواب بكل القرى التي يصعب بلوغ الآلة إليها. في كل الحالات الآلة أقل تكلفة وجهدا. خنقون خنقون حسن بسم الله ننطلق. سيكون على رجل أن يسير من خلفها بالصراخ من حين لآخر. بدوران الدواب حول المركز ستفرم السنابل وتتمزق بفضل حدة الحوافر. إنها الخطة التي اكتشفها الأجداد والتزموا بها منذ القدم. عقدت لعدم وجود أراض منبسطة بالقرية، فعملية الدرس تتم على سطح البيت. إنها أعجوبة الزمان. شيد هذا السقف من خشب الجوز وهو متين يتحمل أن تتم العملية بأكملها على متنه. سيتواصل الأمر على هذا الحال لساعات. هكا كيخدموا الناس كيتعاونوا بيناتهم اللي هي كيعطي الآخر وهذا ما يسمى بتويزي. الروا القديمة ديك الزمان يحين دور أمين أن يسير من خلف الدواب وأن يطلق بصراخه عليها لئلا تتوقف. عند كل استراحة لتغيير موضع الدواب يسترق الأطفال بعض اللحظات من أجل المتعة والمرح. المرحلة المرحلة تلجمت ولا نسجل البندرار الأولى يزورنا
هات نسكيلا في الاولى يزورنا انت سي شرن دي شو اللي نفرت تسين ولا غيورنين نغيت فلاسنا حتى نكون حتى الشباب هذا نضرب وانا نتبع العوايد المزير ما كي قد ذكرت ذكرتنا النغي كرات السبل بالداخل نساء تشتغلن باجتهاد ولقد أعددن العصيدة. عصيدة الشعير إن هي طبخت على نار حطب كهذه وحركت بمعصم امرأة متفانية ومبدعة حتى لا يركب الدقيق على بعضه فيلتصق كانت دواء للبطن وشفاء للنفس. أما وإن وضع عليها بسمن البلد فهي إذ ذاك ألد وأمتع. تحمل الأطباق إلى الجمع لتكون دواء يريحهم قبل العودة للعمل. انطلقت بالقرية عمليات أخرى للدرس التقليدي. حسب ما علمته أن رجال القرية يسارعون خلال هذا الوقت من السنة للدرس ليتحينوا الرياح بعد ذلك فهي كل شيء، كما أن السنابل لا ينبغي لها المكوت كثيرا بالبيدر فتلين من رطوبة. فالبعض انطلق وآخر يستعد ويجهز بيدره وآخرون على وشك الانتهاء. تعاون واتحاد يظهر أثره على الجميع، إنهم العاديون. وكني فوليتي غير كذا شكون تشكن تعاوني تا واش كنت تروا دارت سوايني غيال حتى نتني فرحان سي غيال انا نتسواين نبدا شكون نتني ميكادين غير الماكله اما غنسروا الماكينه سياني خدامنا الداكله نتخلصت صافي تشتاسني ميكلين نشنت بالك نفعل. اعود للبيدر الاساسي، مهمة الدواب انتهت للتو ويتم نقلها نحو مربضها لتستريح. يعاد جمع كل الشتات في المركز ويضعون حواجز للتبن. أساس العملية يبدأ لتوه، تحين وانتظار هبوب الرياح. يدخل الكل للداخل لتناول وجبة الغداء وليريحوا أقدامهم قليلا من شدة الوقوف والركض المبرح طيلة الصباح. ربما لو توفرت آلة الدرس لما كان هناك اجتماع وأخوة وتضامن. أحيانا يحسن للحضارة أن تغيب حتى لا تغيب قيم بذلك. دابا وصلنا للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة أزوزر وهذه مرتبطة بالريح. وري لي البرد هذه وري لي أنت مزلم دراغ مشى صافي نبيد مزيان تقل العقل صوم الزوغة غادي كتوضوا من الزوغة
ستلعب الرياح دور محرك فيزيائي يساعد في فصل التبن عن الحبات الصغيرة. لن يكون على الرجل منهم سوى رفع مذراته والرمي بما حملته عاليا. إنها عملية تتعب اليدين والكتف والظهر. إنها عملية متقطعة وقد يستمر الحال هكذا لأيام. يحين دور أمين من جديد. ياك شوية بعدا. جاورت قبل تنرال نشار دي شمل. بشوري لونزان غير لكي رئيس خسرشت. هاتي يشكى الدغوة دوك هاتي. يستغلون فترة توقف الرياح لجمع التبن وتخزينه، لأجل ذلك سيحفرون ثقبا بالسقف. باقتراب العصر يحين موعد احتساء القهوة. تحمل نحو البيدر ويلتف من حولها الجامعة. صباح الخير، نحن في اليوم الثالث. اصطف الأطفال منذ الساعات المبكرة لمواصلة تتبع عملية الزوزر. أملهم أن تهب رياح جيدة. تستمر عملية رمي التبن نحو السماء طيلة اليوم، لكن حدتها تقل مع الوقت بنجاح عملية الفصل وانعزال الحبات أكثر فأكثر. أما الرجال فقد انطلقوا نحو بيدر آخر، ولم يبق سوى رجال ونساء الأسرة الواحدة، فيكملون هذه العملية البسيطة لوحدهم. أما صغار الأسرة فيتعين عليهم نقل التبن نحو المخازن، غير أنها عملية متعبة، فقد تدخل بعض جزيئاته الحادة بين اللباس والبدن فتصبح محككة له وتجعله يبالغ في كشطه وهرشه. انتهت العملية تقريبا ولم تتبقى سوى الغربلة لإزالة الحصى من النتاج. الأطفال بجنبهم ينتظرون العشور أو الصدقة، وهو جزء أحله الله للفقراء ومن حضروا القسمة. الاجتهاد والبذل، التعب الشديد لأجل بلوغ الغاية الحميدة، التعاون والعمل المشترك، الفرح عند بلوغ الغاية وإتمامها حق الإتمام. يبدو أنني تعلمت درس الحياة. حضرنا موسم الحصاد والدرس ولم نتذوق بعد بعضا من نتاج الموسم منه، لذلك تقوم النساء بأمر مهم للغاية. ستنقي الشوائب من بعض الشعير وتجعله جاهزا للطحن. أما الشوائب الصغيرة فتزال عن طريق غربال بعيون صغيرة. يغسل الشعير بعد ذلك ليزال ما به من غبار أو تراب. يتم نشره على السطح بعد ذلك ليجف سريعا ولا ينبت. يحمل الشعير بعد ذلك ليطحن وفق الطريقة التقليدية، طرحا حجرية تدور بفعل قوة الماء. شدوا الزرع
ها هي اول حفنه من داك الزرع اللي شفناها و حطوه هنا. نرجع بما تم طحنه بعدها للقرية. تفضلت للا كلثوم لتعجن ما قمنا بطحنه. إنها تعدنا بخبز شهي. نساء مثل للا كلثوم هن حقا مثال في الجلادة والصبر. ها هي دي تمسح جنبات التنور الساخن لتلصق معه العجين المختمر. بعد تركه لوقت هين يكون قد استوى وتحمص بالكامل. هذا الخبز الذي تتبعنا مراحل صنعه بالكامل هو في عيننا كالذهب الخالص في لمعانه. لو اختلط بالإدام أو المرق سيزيد في عيننا لمعانا بلا شك. شوف فاش كنا كنطلعوا في الملي دابا فاش هزين معنا الذهب راه حنا خصنا نهودو من الممر الخفي. هاي هاي هاي. يبدو ان فرحتنا ستكتمل اذ وجدنا طاجنا ينتظر. يوضع لكل نصيبه منه امامه. لقد تعلمنا هنا دروسا كثيرة. بيوت الجبال معاقل للرجال ومصنع للكرماء وذوي النفوس الطيبة. فحقا أهلا ومرحبا بكم. ولأن لكل سفر نهاية فيبدو أن نهاية قصتنا قد حانت، فلم يتبقى لنا سوى توديعه. الله يوصلكم على خير إن شاء الله. خير السلامة. سلامة. نمطت السيارة لنعود من حيث أتينا ونغلق صفحة الكتاب الأخيرة. كتاب في مجمله أن تعلمنا في الحياة دروسا وحكما جديدة عن صنع السعادة. بعد 3 أشهر كان قضاء الله وقدره أن يأتي على قرى هذه الجبال زلزال عظيم، فهل يهزمون لذلك؟